الاهلي وهم بيتكلموا عن اهميه الالتزام بالاجراءات الوقائيه لمكافحه فيروس كورونا، ونرجع نكمل كلامنا. النادي النهارده على قد ما بيقدر بيحاول الاجراءات الاحترازيه بيقوم بيها على اكمل وجه. بنشوف في كل الاماكن اللي في النادي النهارده اللي فيها اطفال في استرشادات بتقوموا بيها اداره النادي، بيحاولوا بقدر الامكان يقننوا الاوضاع اللي هي النهارده الناس بتعاني منها. لا حقيقي في اهتمام مهم، يعني واضح جدا ان احنا حتى الدخول على من البوابات، التعقيم اللي على البوابه، الناس كلها معظمها لابس الكمامه الا ساعه المشروبات ولا حاجه، وفي تباعد اجتماعي لا ممتاز. طبعا احنا شايفين الموجه الثانيه من الكورونا وانتشارها الواسع والسريع، فاداره النادي والاجراءات الاحترازيه اللي بتاخدها هي ده السبيل الوحيد لمنع الانتشار. اجراءات حلوه وصارمه صراحه، والنادي ماشي عليها والامن ماشي عليها، بالنسبه للماسك، بالنسبه للتباعد، الترابيزات ما تبقاش قريبه من بعضيها، الكراسي مش قريبه، كل ترابيزه 4 كراسي. ممتازه طبعا، يعني بلاقي ان البوابات كلها عليها بيراعوا جدا ان ما فيش حد يخش النادي من غير ما يكون لابس الكمامه، ممنوع منعا باتا ان اي حد يخش النادي من غير ما يلبس الكمامه، وحتى بيوفروا الكمامه على البوابه، يعني اللي معهوش كمامه يقدر يشتري كمامه على الباب. الحقيقه النادي عامل كل الواجبات بان هو بيدخل الناس الحقيقه لازم يبقى لابس الماسك، والنادي مش هو الحاجه الاساسيه، المفروض ان الاعضاء نفسها تبقى عندها وعي وتبقى تطبق الاجراءات الاحترازيه علشان ده بيحميه وبيحمي بقيه الناس اللي موجودين معاه. دي اجراءات المفروض احنا نبقى مقتنعين من قبل اي توجيه من النادي، نكون مقتنعين بها فعلا، وانا مقتنع بها وغالبا اعضاء النادي معظمهم مقتنع بها، وده حفاظا على الصحه لينا كلنا. انا بلاقي التعقيم اللي هو بيعملوه ممتاز جدا، والنظافه بيعملوها يعني دوما على طول، واللي هي التعقيم في كل مكان، وطبعا اللي هو بيحاولوا ان لو مش لابس اللي هو الكمامه تبقى تلبسها في اي مكان مقفول، وده شيء كويس قوي ان احنا ايه بنحرص كلنا ان احنا نتبع هذه الاجراءات. ممتازة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، وكل الفروع الإجراءات الاحترازية بتاعتها كويسة جدا، ودايما up to date بالنسبة لأي حاجة وزارة الصحة بتعملها بتبقى تمام، يعني الحمد لله في النادي إجراءات كله تمام الحمد لله. والله إجراءات مهمة جدا إن احنا يعني نلتزم بيها، وأنا شايف طبعا التزام كبير جدا من سواء عن طريق الأمن أو عن طريق المسؤولين في النادي يعني مع موضوع الإجراءات ده، وشايف طبعا الكحول والكمامات في كل مكان والناس ملتزمة يعني جدا. أنا شايف الإجراءات الاحترازية في النادي الأهلي معمولة على أعلى مستوى ومطبقة، وكل الضوابط